أهلا بيكم. بعد ما يقرب من 3 أسابيع من الآن هيهل علينا هلال شهر رمضان المعظم، ولأول مرة في حياتي وحياة حضراتكم بنطرح سؤال صعب: هل ممكن أن تصدر فتوى من دار الإفتاء بجواز إفطار المسلمين هذا الشهر؟ هو ده ممكن؟ وهل الفتوى هتروح لكل المسلمين في مصر؟ يعني الكل يفطر يبقى الكل يفطر؟ وهل لو صدرت فتوى زي دي حضرتك هتلتزم بيها ولا مش هتلتزم؟ القصة باختصار: فيروس كورونا ودار الإفتاء برئاسة الدكتور شوقي علام بتعكف على دراسة الموقف، بتسأل أطباء متخصصين علماء، عايزة تجمع معلومات أو رأي علمي عشان تطلع عليه فتوى. الفتوى مفروض هتصدر خلال أيام، الفتوى مفروض هتصدر خلال أيام، ولأول مرة قبل حلول شهر رمضان المعظم دار الإفتاء ممكن تطلع تقولك يا مسلم إذا كنت تنطبق عليك صفات 1 2 3 فيجوز لك الإفطار. يعني مثلا توقعاتي إن دار الإفتاء ممكن تقول أصحاب الأمراض المزمنة، القلب، السكر، الضغط، الربو، يفطروا، مش أنا المفتي. ممكن تقول لك الشباب من سن مثلا 17 18 لحد سن مثلا ال 35، لا دول صيام لا يجوز ليهم. وتقول لك وفي السكه ايضا الحوامل والمرضعات. بس ده اصبح امر النهارده مثار، لان فيروس كورونا يجتاح العالم، وقال لك يحق لمفتي الديار او مفتي المسلمين إذا عم البلاء والوباء في بلاد المسلمين إنه هو يعلق بعض العبادات. في قاعدة فقهية في الفقه بتقول لك صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات. قاعدة فقهية، أنا مش راجل دين. السؤال بقى: هل ده رأي مفتي؟ يعني دي فتوى مفتي؟ ولا مفروض ده قرار يطلع من الحكومة أو وزيرة الصحة تقول لك أنا كطبيبة، أنا كمسؤولة عن صحة المسلمين المصريين بقول لك إن فيروس كورونا ممكن يخترق جسمك لو أنت صايم طوال 16 ساعة؟ يعني هل الرأي ده يبقى رأي دار الإفتاء ولا رأي المتخصصين؟ زي ما أنا بروح للطبيب بتاعي قبل صيام شهر رمضان وبروح اقول له انا اصوم ولا ما اصومش، لو انا مريض رب ولو انا مريض قلب، ثم لو صدرت الفتوى هل انت هتبقى جاهز لتنفيذها؟ ده سؤال مهم. يعني اذا دار الافتاء افتت بأن فئات معينة وأصحاب أمراض معينة وأصحاب أعمار معينة في السن دول ينبغي عليهم الإفطار، هل لو انطبق عليك ده هتصوم؟ وده أسئلة مهمة يا إخوانا. إحنا وصلنا لهذه المرحلة إن باقي على رمضان حوالي 20 يوم 19 يوم وأنت مش قاعد مستني القصة دي. تعال نروح للأستاذة الدكتورة سعاد صالح، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر. مساء الخير دكتورة سعاد. أهلا، مساء الفل يا أستاذ محمد. إزاي حضرتك؟ يا غالي يا كريم يا الله يخليك دكتورة سعاد. خلينا نروح لموضوع رمضان. تحت أمرك.
اتفضل. دار الافتاء بتعكف حاليا على الحصول يعني على دراسة الموقف الشرعي للصائمين خلال شهر رمضان، وربما لأول مرة في تاريخ المسلمين اللي هم عايشين حاليا على الأرض يبقى في كلام بأن في فتوى ممكن تطلع بإباحة الإفطار. السؤال بقى، هل أنت شايف حضرتك أن دار الإفتاء هي المنوط بها إصدار هذا الرأي، ولا يبقى ده قرار إداري من الحكومة ينصح الناس بالصيام أو الإفطار؟ الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى طبعا قرر صيام شهر رمضان علينا كما قرره على الأمم السابقة. صحيح. ولنا رخصة للإفطار، وهي رخصتين، رخصة المرض ورخصة السفر. ومن فضله سبحانه وتعالى علينا أنه لا الذي من حقنا أن نفطر من أجله أو ألا نصوم من أجله، ولكن ترك تقدير هذا المرض للإنسان نفسه. إن كان هذا المرض سيزيد، هذا إن كان الصيام سيزيد المرض أو سيؤخر شفاؤه، فده متروك للإنسان نفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يحدد نوعية المرض، إذا من كان منكم مريضا أو على سفر. سبع مفتوحة. السفر معروف، معروف لو مسافته، لكن المرض غير معروف نفسه. تقييد من قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أن هذا المرض إن كان الصيام الصوت بس بايظ، هتعود الاتصال مرة أخرى لدكتورة سعاد، ونروح للدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية. مساء الخير دكتور مجدي عاشور. مساء النور يا فندم. ربما هي المرة الأولى في حياتنا كمسلمين اللي عايشين دلوقتي على وجه الأرض يبقى دار الإفتاء بدل ما تستعد لرؤية الهلال، لا ده بتستعد لإصدار رأي فيما يتعلق بصيام أو عدم صيام هذا الشهر لبعض الناس، أليس كذلك؟ بلى يا فندم، صحيح. طيب انتوا بتعملوا ايه حاليا في دار الافتاء؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا احنا مشهود بالاوامر الالهيه في الفعل وفي الترك وفي العزيمه وفي الرخصه. ماشيين بالأمر الإلهية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أمر إلهي. وساعة الأعذار ماشيين بالأمر الإلهي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والله عز وجل يعلم حالة الإنسان وضعفه، لذلك جاءت آية التيسير وسط آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن في دار الإفتاء المصرية فضيلة المفتي وجد أن الأمر يتعلق بعلم الواقع لا تستأثر به النصوص الشرعية. أرجو التبسيط يا دكتور مجدي لو سمحت. يعني فضيلة المفتي ودار الإفتاء رأت إن الأمر ده متعلق بالأطباء. الأطباء يقولون الدنيا ماشية إزاي، ومستويات المرض وحالات المرض تبقى عاملة إزاي. النص الشرعي بيمشي ورا الطبيب في مثل هذه المسائل. النص الشرعي مش كهنوتي في هذا. لذلك رأت دار الإفتاء المصرية أن تستعين بالخبراء. ففي جلسة تنعقد خلال يومين من مجموعة من أساتذة الطب في الأمراض الصدرية وعلم المناعة والميكروبيولوجي والطب الشرعي والأنف والأذن والحنجرة، بحيث إن هم يقولوا لنا إيه الحالات المريض الذي تعتريه الكورونا أو ما قبل الكورونا. وساعتها ممكن نقسم الناس فئات. لما نقسمها فئات نقول ده والله الطبيب هيقول له ما تصومش، يبقى ما يصومش فورا، يمشي ورا كلام الطبيب. الطبيب يقول له احنا ممكن تصوم او ما تصومش، هنا الشرع يقول له انوي الصيام، ابدا، وبعد كده لو لقيت ان انت هتتضرر من الصيام فعليك ان تفطر بعد ان تراجع الطبيب. المعنى ان احنا هنسمع كلام الاطباء وبعد كده النصوص الشرعية هتمشي ورا كلام الاطباء. فوجدنا ان ده شيء مهم حضرتك ان احنا نراجع الاطباء في هذا الامر. طب عفوا دكتور مجدي، ماذا يعني انا بحط افتراضات، لو قال لك الاطباء في هذا التوقيت بينصح ان ما حدش يصوم خالص، هل ممكن دار الافتاء
تصل إلى فتوى جريئة بإبطال صوم رمضان هذا الشهر تحديدا؟ بص حضرتك، إحنا عندنا رخصة شرعية، بس لو الأطباء قالوا كلهم وجم قعدوا وقالوا كده، إحنا عندنا حياة الإنسان مقدمة على العبادات التي لها بدائل. بمعنى واحد مريض مش هتصوم هتفطر صائما، تخرج فدية يعني حياة الإنسان عندنا لابد أن نحافظ عليها. فلو الأمر وصل لهذه الطريقة، من القواعد الشرعية عندنا أن حياة الإنسان مقدمة على الأديان، لأنه ما فائدة الأديان بغير وجود إنسان؟ طب أنتم ستأخذوا بالتيسير ولا بالتجديد؟ يعني لا، إحنا عهدنا وداء الشريعة، مش عهدنا بس. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أينما كان التيسير طالما كان منضبطا بالقواعد العلمية التي درسناها نذهب إلى التيسير مباشرة. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طب أستسمحك هروح بس للدكتورة سعاد صالح. أنا سألت السائق بتاعي هنا فقلت له ماذا لو صدرت فتوى بإفطارك في رمضان، فجئني وقال لي مش هلتزم بيها حصوم. هنعمل ايه مع الناس اللي فكر البسطاء اللي هو وارد جدا لا يلتزموا برأي دار الإفتاء؟ احنا لابد ان نأخذ رخصة الفطر في رمضان مجردة تماما عن اغلاق رخصة اغلاق المساجد وتعطيل او تعليق العمرة او تعليق الحج. ليه؟ لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا رخصة المرض في ايات الصيام واطلق لفظ المرض. فسواء كان هذا المرض من كورونا او بعد كورونا او اثناء كورونا، سيترتب عليه زيادة المرض او تأخير الشفاء من المرض ايا كان هذا المرض، فان الانسان له رخصة الفطر وعدة من ايام اخر. او اذا كان الانسان سيصوم بمشقة بالغة فان له الفدية في رمضان، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اذا لا نحتاج الى لجان وتشكيل لجان، لان الله الرحيم بعبده ترك له شأن المرض مفتوحا لتقديره هو، لتقدير الشخص نفسه. يعني حضرتك شايفة ان المسلم هيبقى هو قيم على نفسه يصوم او ما يصومش؟ بالضبط. وبعدين احنا في عزل وقاعدين بين الماء واثناء ومع الطعام ومع الجو الخفيف، يعني ايه هي المبررات ان انا اقول لو كان في مرض مستعصي؟ اصلا الطبيب بيقول ان الصيام يتنافى مع هذا المرض، ده معروف. وربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا لم يكن نوع المرض دي. وكلمة المرض هنا هو الخروج عن حالة الاعتدال التي يعتدها الانسان. حضرتك كده بتقولي مش شرط بقى دار الافتاء تعقد اجتماع او تطلع فتوى. دكتورة سعاد، طيب دكتور مجدي عاشور، هل هذا الرأي أنا مش محتاج فيه إلى فتوى من دار الإفتاء وأنا أستفتي قلبي؟ تعليق حضرتك. أستاذ محمد، حضرتك نحن نتعامل مؤسسيا، نعم، ولا بد أن نحترم التخصصات. التخصصات لابد أن نسأل الأطباء، لأن هناك حالات مختلفة، الذي لم يصب بالمرض غير اللي في اول درجات المرض. صحيح، واعمار المجتمع متباينه يعني. وكذلك اللجنه الطبيه هتطلعنا على الاضرار المترتبه، ولذلك سيخرج في الفتوى ما ننبي الساده الذين يستفتوننا ومنهم السواء بتاع حضرتك، نقول له مدى الخطوره التي سيتعرض لها ان لم نسمع كلام الاطباء. فهنا احنا عايزين نتبع بين الطب والشريعه، لان الامر هكذا هو الان بطريقة مؤسسية. فالأمر له أكثر من بعد، ليس فقط استطلاع آراء الأطباء كناحية طبية فقط، ولكن أيضا عندما نجلس معهم ونتناقش سنخرج كيف نوعي الناس، كيف نبين للناس أن ماذا لو لم يلتزم المسلمون بصيام بعدم صيام رمضان وانتوا طلعتوا الفتوى دي؟ ما ده هو بقى يبقى هو بصير نفسه وحاجة، لأنه كمان يعني
يعني هو يلقي بنفسه في التهلكة، والله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. هتعملوا إيه في صلاة التراويح في رمضان؟ إحنا صلاة التراويح ليست بأهم من صلاة الجمعة ولا بصلاة الجماعة، يعني صلاة الجمعة دي فرض عين على كل إنسان، صلاة التراويح دي سنة مؤكدة. هتفتحوا الجوامع في رمضان ولا لسه في كلام؟ نعم، لا ممكن الجوامع تفتح في رمضان؟ ده متعلق يا فندم، ده طبعا أنا لا أعرفه الآن، ولكن متعلق بوقته ومتعلق بالحفاظ على حياة الناس. هل تواصلتم مع أجهزة الدولة أو الحكومة؟ في أي شيء؟ بإعادة فتح المساجد مرة أخرى؟ لا، إحنا لا نتواصل، لأن وزارة الأوقاف تقوم بمهمتها في هذا، دار الإفتاء تقوم بمهمتها في الإفتاء وبيان الحكم الشرعي، ولذلك بنمشي بطريقة مؤسسية بالتعاضد بين الجهات كلها المختصة، ويجب أن نفعل ذلك في فتاوينا المتعلقة. آخر سؤال، دار الإفتاء طلع رأيها إمتى بخصوص صيام رمضان؟ إحنا حضرتك هنجتمع اللجنة العلمية برئاسة فضيلة المفتي وكبار الأساتذة في العلوم المتخصصة التي قلتها لحضرتك يوم الثلاث إن شاء الله، نجتمع على يوم الثلاث آخر النهار أو الأربع يكون الأمر خرج بإذن الله. أشكرك دكتور مجدي عاشور مستشار العلم المفتي الجمهورية. أروح دكتورة سعاد صالح، حضرتك طري أن أنا كمسلم أنا القيم، أن أنا اللي أخد قراري بإيدي، يصوم يا أفطر، مش محتاج رأي دار الإفتاء، وأكون متقيدة بعدم التهلك، عدم تعرض الإنسان للتهلك. يعني الإنسان هنا كده استفتي قلبك. نعم، وإحنا عندنا قاعدة الحقيقة يعني في شريعة الإسلام أن حق العبد مقدم على حق الله. حق العبد مقدم على حق الله. حق العبد مقدم على حق الله. فحق الله في الصيام، حق العبد في عدم الضرر بالصيام، عدم أن يضر نفسه بالصيام. فالله سبحانه وتعالى يتنازل عن حقه محافظة على حق عبده. حضرتك هتستني رأي دار الإفتاء ولا أنت كمسلمة هتقرري بينك وبين نفسك الصيام أو لا؟ لا، كل إنسان يقرر بينه وبين نفسه، ودي حاجة ربنا تركها للإنسان نفسه، مش وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في ناس بكل أسف يا أستاذ محمد بيكبروا نفسهم سواء في الحج أو في الصيام، ويبقى عندهم أمراض نص عصية من قبل ما تيجي كورونا، يقول لك لا إلا لازم أصوم عشان الثواب على قدر المشقة. هذا كلام بعيد تماما عن روح الشرع، بعيد تماما، لأن كما قال الدكتور مجدي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأنا من خلال برنامجك الفاضل أرى أنه لا حاجة لتشكيل لجنة من الأطباء واللجنة تقرر، لأن الشرع نفسه قرر لنا هذا، المشرع الديني إلى لجنة. بس الإنسان البسيط لازم يعرف خطورة الصيام وعلاقته بفيروس كورونا. لو مريض، لا لو مريض مرض مستعصي. طب لو شخص سليم تنصحيه يصوم ولا ما يصومش؟ لا طبعا يصوم. طب افرضي خايف من جفاف الحلق وبيقولوا له الفيروس هيستنى في زورك 3 ايام. لا طالما هو في العزل يبقى اصبح في مكان امن. ابن حضرتك عنده 25 سنة وشباب وبيروح المصنع ويرجع، هتقولي له صوم ولا افطر؟ لا اقول له صوم. صوم. اقول له صوم. لكن المريض المزمن هتقول له افطر. بالظبط، الامراض المستعصية هي دي اللي احنا بنحذر منها سواء كان في كورونا او غير كورونا. طب ما نسمي الامراض المستعصية عشان نبسط للناس. يعني لا قدر الله ارتفاع الضغط، عملية السكر، عملية الفيروس الكبدي الوبائي، السرطان. هذه امراض مستعصية. انا بشكرك استاذة الدكتورة سعاد صالح، استاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الازهر. دار الافتاء تعكف على اعداد دراسة علمية عن طريق التقاء بعدد من اساتذة الطب، امراض صدرية، فيروسات، عشان يقولوا لدار الافتاء القصة من الاخر، الصيام وكورونا. ثم دار الافتاء بعد ذلك سوف تصدر فتواها او رأيها وتقول لك الحالات دي 1 2 3 تصوم ولا تفطر، والباقي لازم يصوم. دكتورة سعاد صالح بتقول لك احنا مش محتاجين دار الافتاء ولا محتاجين الرأي العلمي، انت شاب بكمل صحتك صوم.
وتاخد الاحتياطات. انت راجل مسن وعندك امراض مزمنه، سكر، ضغط، رب، وقلب، سرطان، الكلام ده على طول افطر. خلي بالك بقى في الوقت اللي احنا عمالين نتكلم فيه في الصيام ده، متداول على الفيسبوك السعوديه تعلق الحج هذا العام. طبعا ده خبر كاذب شائعه، مفيش خبر رسمي صدر من حكومه المملكه العربيه السعوديه بتعليق الحج هذا العام، بس اصبح الحج نفسه في كلام. وزير الحج السعودي من يومين بيقول ايه؟ بيقول ندعو الحكومات، حكومات العالم الاسلامي، التريث في بحث امور الحج. هل يمكن تعطيل شعائر الحج هذا العام؟ يعني ممكن السنه دي نشوف الحج ما يبقاش في حج؟ طب مين صاحب القرار؟ مين صاحب القرار بتاع ان ما يبقاش في حج هذا العام؟ ده اذا حصل طبعا. هل دار الافتاء في كل بلد مسلمه؟ ولا هيئه كبار العلماء في السعوديه؟ ولا الحكومه السعوديه كجهاز اداري هو اللي بيدير المنظومه؟ وهل الحج يتم تعليقه على اطلاقه كده؟ ولا يمنعوا اللي جايين من بره وياخدوا عدد معين من الداخل؟ مساله مهمه جدا، بس ملايين المسلمين بتسال يا ترى في حج السنه دي ولا مفيش؟ زي ما بقى في تعليق الجماعه في المساجد، تعليق الصلاه الجامعه في المساجد سواء جمعه او فروض، وزي ما بقى في دلوقتي دار الافتاء بتبحث مساله الصيام في رمضان، الحج هتطلع بيه، بس طبعا لان لسه قدام وقت، بس هيبقى في قرار ما. معايا على التليفون استاذتنا الفاضله الدكتوره امنه نصير، استاذ العقيده والفلسفه بجامعه الازهر والنائبه بمجلس النواب. مساء الخير دكتوره امنه. مساء النور يا استاذ محمد، مساء النور على المشاهد الكريم، يا رب. ما هذا الزمان الذي نعيش فيه؟ بقينا بنتكلم مفيش صلاه جمعه ولا جماعه، ورمضان دار الافتاء لسه بتعكف على اعداد رايها الشرعي، ثم في كلام ان الحكومه السعوديه هتطلع بيان فيما يتعلق بالحج. هل ممكن تعطيل شعيرة الحج دكتورة أمنة نصير؟ وهل ده حصل قبل كده ولا دي هتبقى أول مرة؟ هو ممكن طبعا في حالة إذا وجد هذا الاجتياح لهذا الوباء حماية للناس وحماية للتجمع الذي يكون في داخل هذا الركن، يكون هناك زحام شيء لا يوصف حقيقة. هنا على الجهة المسؤولة عن إدارة ركن الحج، الإدارة الصحية والإدارة الحياتية لهذه الفترة، من حقهم أن يوقفوا أداء الحج. من الجهة المسؤولة هنا؟ السعودية، الحكومة السعودية. نعم، لأن هنا لابد للمسؤولية الإدارية عن الدولة أن تدرك الأمن والأمان للحاج، لأن حماية النفس البشرية يا أستاذ محمد، على فكرة مع تقديري لما طرح قبل أن أشترك مع سيادتك، مع تقديري للجنة العلمية، هذا أمر ضروري. لماذا؟ حتى يستبين للمفتي عندما يستفتى ما هي الدرجات الخطرة التي يعطي فيها بحق الإفطار. فهنا رأي علمي مؤكد لأوجاع الجسم البشري وأوجاع النفس، ده زي ما تقول استرشاد جيد أرحب به. ولكن هنا تأتي الأمر الثاني، تأتي مسؤولية الإنسان ذاته. نعم، هل أنا أستطيع أن أصوم دون أن أؤذي؟ بس أنت كده حضرتك بتتكلم في الصيام، أنا عايز أتكلم في الحج. ما هالاثنين برضه ينطبق عليهم نفس الوضع. يعني حماية النفس الإنسانية أمنا وصحة وصحة الأداء، دي مسؤولية الجهة الإدارية التي تقوم بالإشراف على هذا الركن الخامس في الإسلام. طيب ده رأي، هيبقى حكومة سعودية ولا دار الإفتاء بالسعودية؟ لا، هم طبعا هيبقى رأي الجهة اللي هي مسؤولة عن الجهاز الإداري لهذه العملية، الجهاز الإداري. مع الاسترشاد. خلي بالك برضه يا أستاذ محمد إن في هذه الحالة بيحدث تواصلات
طب تعالي نفترض ان الحكومه السعوديه قالت هناخد مثلا من كل بلد 500 حاج، وجت حكومه مسلمه قالت لا انا مش هصفر 500، انا خاف على شعبي اللي هيسافر، يحق لحكومه بلادنا مثلا تمنع سفر الحجاج؟ ما فيش مانع. لا مانع طالما في خشيه على سفر الناس لهذه البلاد من الزحام وما يعتري. انا برضو عايزه هنا اقول لحضرتك شيء مهم، ان من الضرورات الخمس في الاسلام حمايه النفس البشريه من اي اذى. والرسول عليه الصلاه والسلام وهو ينظر للكعبه ويقول لها ما ابهاك وما اعظمك ولكن النفس البشريه اعز على الله منك. نعم. فالنفس البشرية دي قيمة عظيمة جدا على خالقها يحميها من أي أذى حتى ولو كان في أداء الركن الخامس للحج. إذن إحنا وارد جدا الحكومة السعودية تطلع قرارها بتعليق الحج هذا العام. وارد طبعا. وعلينا وارد. أن نقبله كمسلمين في بقاع الأرض. دون أن يمس إسلامنا، ما هي المشكلة؟ يعني ما احنا المساجد اغلقت، هل احنا بطلنا الصلاه؟ لا حول الله يا رب، لا. نعم. بنصلي في بيوتنا ويمكن بشكل في عمق وفي تجمع اسره هذه الاسره في داخل اداء الصلاه وعملت حاله من التقارب. نعم. نعم. بين رب الاسره وبين الام وبين الابناء بشكل جيد. انا بشكرك الاستاذه الدكتوره أمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. عايز أقول لحضرتك إذا جرى تعليق الحج هذا العام، حدش عارف يعني، بس أنا بقول لك هذه لن تكون المرة الأولى في تاريخ الإسلام على مدار قرابة 15 قرن، هتبقى المرة 41 حيث جرى تعطيل الحج على مدار قرابة 15 قرن 40 مرة قبل كده. دقائق وهعرض على حضراتكم تقرير مثير جدا ومهم عن الأربعين مرة اللي ما حجش فيها المسلمين، أسبابهم إيه؟ ما لازم تبقى عارف ده، لأن أنت وارد تقعد تقول الله ده أنا أول مرة والحج زي ما نحجش ولم يحدث في تاريخ الإسلام. لا، هنقول لك إن في تاريخ الإسلام ده مين في منهم 10 سنين ورا بعض، 10 سنين ورا بعض يا مؤمن مفهومش حج. ما الكلام ده لازم تبقى عارفه. يعني انت زعلان على ان في جوامع تم رفع الصلاة فيها، هو مش تم رفع الصلاة، هو منع التجمعات، تطلع صلاة تطلع فرح يطلع كنيسة قداس دار مناسبات، هو كده ممنوع، والحج من ضمن التجمعات. فانا عايز اقول لك ودي معلومة ليك كمسلم تبقى عارف، لو جرى تعليق الحج هذا العام هيبقى ده المرة 41. تاخد رأيي كده وأبصيلك حاجة يعني، يعني هيبقى في حج هذا العام، بس ممكن السعودية تقول لك لا مش عايزة ناس من برة، وتحدد عدد معين رمزي كده يعني 1000 واحد وتنسق لهم الشعائر علشان ده ما يبقاش جرى إيقاف الحج فورا. ده ممكن يحصل بس عايز اقول لك برضو ده حصل قبل كده. انتظر التقرير ده وهخليك تتفرج عليه وانا بطلع فاصل، بس عايز اروح لحاجة مهمة جدا. الراجل بتاع الدكتور شريف عزة، هتقولنا يا شباب على التليفون، ده رئيس شعبة الاجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، بيقول لك احنا ما عندناش قدرة لانتاج او تصنيع اجهزة تنفس صناعي، وان احنا علشان نصنع احنا محتاجين 8 شهور. الله 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 الله، ايه الكلام ده؟ هو الراجل ده اول ما قال التقرير ده، مع احترامي ليه الدكتور شريف عزت، خلى الفار يلعب في عبي. يعني ايه؟ قالك اصل احنا بنستورد من الخارج. وبيقول لك عندنا قرابه 4000 جهاز تنفس صناعي. طب 4000 جهاز تنفس صناعي يكفينا؟ لا قدر الله لو وصلنا ال1000 وال2000 والتلاته. طب مين قال لك ان جهاز تنفس صناعي هيروح لمرضى فيروس كورونا بس؟ لا،
ده هيروح ايضا لمرضى امراض اخرى هيحتاجوها. انا الموضوع ده لازم نحسمه ونشوف، خاصة ان الشباب في جامعة زويل اعلنوا على قدرتهم على تصنيع جهاز تنفس اصطناعي قبل الرعاية المركزة. ده طلع ان في جهاز خاص بالرعاية المركزة وجهاز قبل الرعاية المركزة. معايا دكتور شريف عزت رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية. يا دكتور شريف ازيك الأول؟ لا صوتك بعيد قوي. لا أنا صوتي قريب. طيب زي حضرتك. الله يخليك، الله يخليك. يعني إيه إحنا عندنا صعوبة في تصنيع أجهزة تنفس صناعي داخل مصر وإنها تحتاج 8 شهور، ليه 8 شهور؟ حضرتك ناحية الديزاين أو توصيف الجهاز والرسومات بتاعته والحاجات دي كلها متوفرة، وعندنا ناس هنا هو في مصر ما شاء الله مهندسين أجهزة طبية خريجين كليات هندسة على مستوى عالي جدا جدا من التكنولوجيا، وعندنا إمكانيات رهيبة في التكنولوجيا. في مشكلتين في الجهاز دوت. المشكلة الأولانية هي مكونات الجهاز، مصدر مكونات الجهاز إيه. إحنا ما عندناش مصر مصانع أو مصادر لمكونات الجهاز من صمامات أو مواتير أو إلكترونيكس أو غيرها. والمشكلة الأخرى الأكبر هي الاختبارات على الجهاز. الاختبارات على الجهاز ده مصنف عالميا كلاس 3. كلاس 3 يعني غير مسموح لي بالخطأ فيه، بمعنى النهاردة كل كلاس 1 وكلاس 2A و2B وكلاس 3 لما بيحصل الارتفاع في الكلاس دوت بيخلي الجهاز شديد الخطورة. أنا يسمح لي بالخطأ بلس أو ماينس 10% في كلاس 1. كلاس 3 لا أنا مش عايز مصطلحات علمية، أنا مواطن بسيط على باب الله. انت بتقول لي هناخد 8 شهور عشان نصلح في الديزاين؟ لو في خطا 1% في التصميم او تشغيل هذا الجهاز بيؤدي للوفاه مباشره. خطا 1%؟ 1% هو بيسبب الوفاه المباشره. الجهاز ده مش جهاز علاج، الجهاز ده جهاز للحالات المتاخره فقط. هقول لحضرتك حاجة، انت لو عندك 3% بيتسبب المرض 3% والوفاة، معنى كده ان كل 10,000 واحد في 300 بيتوفوا. كل 10,000 مريض بيدخلوا المستشفى في 300 بيتوفوا. 300 دول بيحتاجوا جهاز التنفس الصناعي. كلهم 300 دول بيدخلوا على جهاز التنفس الصناعي، يخرج منهم 6 يرجعوا الحياة والباقي كله بيتوفى. طب ال 4,000 جهاز اللي موجودين حاليا في مصر دول يكفوا مصر ال 100 مليون؟ يا فندم لا طبعا. يكفوا 100 مليون ازاي؟ انا قصدي النسبة والتناسب، كم مريض من ال 100 مليون وهل الأجهزة دي تكفي؟ محتاجين نستورد؟ طب ما العالم كله دلوقتي بيجري عشان يصنع. اللي يحتاج الجهاز 3% من المرضى. لو عندك مليون مريض يبقى انت محتاج 30,000 جهاز. الجهاز الواحد استثماره، او خلينا في المثال اللي انا قلته لحضرتك، لو انت على ال 300 واحد اللي هم اتحطوا على الاجهزه دول، 6 منهم عاشوا و 300 رجعوا تاني. استثمار ال 300 جهاز فوق ال 100 مليون جنيه. لحظة، احنا محتاجين ايه حالا عشان نعمل مصنع اجهزة تنفس صناعي؟ يا فندم يتعامل اهلا وسهلا، بس محتاج مصدر للكومبوننت للمكونات، ومحتاج اختبارات. اختبارات جزء منها في مصر جزء منها بره. الاختبارات تاخد وقت قد ايه؟ وهل احنا عندنا كفاءة لاجراء مثل هذه الاختبارات ولا هيبقى في خطأ 1.3%؟ هقول لحضرتك، هذكر ليك اختبار واحد. اختبار دوت هو ان الجهاز يتحط في الكوبس لمدة 24 ساعة لمدة 30 يوم، وبعد كده يتعمل له معاينة. يعني انت النهاردة بعد ما عملت الجهاز وكل حاجة وقلت انا جهزت الجهاز، احد هذه الاختبارات اللي انا بقول لحضرتك عليه ده. فما ينفعش النهاردة الموضوع ما هواش فيه يعني حد يتطوع ويقول انا هعمل الموضوع وياخدها بجدعانة يعني. طيب احنا البديل الوحيد امامنا هو الاستيراد، صح كده؟
لا، في بدائل كتيرة جدا الحمد لله. احنا عندنا الدولة بتقوم بدور، وفي ناس بتقوم بدور يعني اجتماعي، وفي مستشفيات. لا انا اسف بس الجمل دي انا مش فاهمها، يعني ايه الدولة بتقول بدور وناس بتقوم بدور اجتماعي؟ انا بتكلم على اجهزة التنفس الاصطناعي. الدولة بتبحث في كيفية تصنيع هذا الجهاز في اسرع وقت. عندنا كفاءة تسمح بهذا التصنيع؟ عندنا كفاءات وعندنا كل حاجة. المشكلة مش هنعمل نسبة خطأ تموت الناس؟ الموضوع ما هوش مطروق لأي شخص إنه يقول أنا عملت الحاجة دي وعملتش. دي اختبارات بتتعمل في معامل معتمدة، فما فيش واحد يقدر يقول أنا عملت الجهاز ويلا شغلوه. محدش يقبل في الحاجات الطبية. معلش أنا عايز حضرتك على التليفون علشان معايا دكتور أيمن الشبيني مدير المعاهد البحثية بمدينة زويل، وبيقول احنا عندنا قدرة لتصنيع اجهزة نماذج اجهزة تنفس قبل العناية المركزة. دكتور ايمن الشبيني ازيك الاول؟ مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا دكتور شريف. طيب اديني فكرة، انت تعرف دكتور شريف؟ انا استمعت الحديث وشرفني طبعا. طيب استمع ليك. اديني فكرة عن مشروعكم، انكم قادرين على تصنيع اجهزة تنفس صناعي قبل الرعاية. يعني ايه قبل الرعاية؟ النوبولايزر؟ طيب يعني؟ اولا انا بحب اشكركم على المداخلة دي، وانا بتفق مع الدكتور شريف طبعا في النواحي العلمية من حيث المواصفات العالمية ومدى مطابقة الاجهزة لمعايير دولية تضمن امان وسلامة المريض. احنا طبعا زينا زي كل الدول العالم دلوقتي بنعاني مشكله حقيقيه، وهي توفير اجهزه التنفس الصناعي. مدينه زويل بدات تبني افكارها بناء على تصميمات عالميه ان احنا نعمل نماذج لاجهزه التنفس الصناعي ما قبل مرحله العنايه المركزه. اوكي. الفكره ان في الغرض منها ان احنا طبيعي ان ما يبقى في مريض وبينتقل عن طريق الإشعاعات وخلافه بيعتمد على وجود بالون تنفس يدوي. معايا يا فندم؟ نعم. لا، وبعيدا عن التفاصيل الفنية المعقدة اللي المشاهد البسيط مش هيقدر يلم بيها، بس هل هذا الجهاز يساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا ولا لا؟ يا فندم هو طبعا الجهاز مش مصمم للعلاج، حتى البنتليتورز الموجودة على اعلى مستوى هي بتساعد المريض لتخطي مراحل حرجه، زي ما الدكتور شريف وضح ان المرحله الحرجه دي بيحتاج فيها المريض لوجود جهاز يساعده على التنفس. في المرحله قبل دخول العنايه المركزه عندنا مشكله كبيره جدا ممكن نفقد فيها المريض بمنتهى البساطه. طبعا لقله عدد اجهزه التنفس الصناعي الموجوده في على مستوى العالم، حتى في امريكا دلوقتي اللي حضرتك مدرك المشكله، وفي مصر على وجه الخصوص احنا عندنا شورتج كبير جدا جدا، فاحنا بنحاول ان احنا نوفر اجهزه تخضع لمعايير دوليه، لكن لابد من اختبارها بشكل ما. هذه الاجهزه بتوفر المساعده للمريض على التنفس في الاوقات للتخفيف من حده المشاكل. قدرتكم كجامعه زويل انتاج كم جهاز؟ احنا يا فندم لسنا جهة انتاجية، احنا جهة بنصمم نماذج طيب بنتم اختباره، بنتحدد بناخد كل المعايير سواء التحكم في نسبة الهواء، علاقة ده بالشهيق والزفير، دراسة ضغط الرئة والامور اللي هي المتعلقة الفنية اللي الدكتور شريف اشار اليها، ونبدأ نصمم الجهاز نعمل منه بروتوتايب. احنا عندنا دلوقتي 2 بروتوتايب وفقا لمعايير دولية ليه جهاز ما قبل العناية المركزة، اللي هو برضو تاني بيساعد على التنفس الصناعي ويقدر يساعدنا في إنقاذ المريض بتكاليف وخامات بسيطة جدا محلية، معظمها محلية. طبعا المفروض الأجهزة دي بتخضع، بيبقى لها نموذج صناعي وبتمر باختبارات زي ما الدكتور شريف وضح، وبناء على أنها بتجتاز هذه الاختبارات بتبقى سيرتيفايد أنها يتم اعتمادها بشكل أساسي. من ضمن الاجهزه دي يا فندم احنا بنعمل جهاز حاليا بالتعاون مع جامعه الينوي بالولايات المتحده الامريكيه، ومعانا شريك صناعي كبير جدا من مش هقدر بس اقول عشان الدعايه على التلفزيون، شريك صناعي مصري وطني مخلص
متبني النموذج الثالث، وده ثالث نموذج من النماذج اللي متقدمه بيها مدينه زويل. النموذج ده معتمد دوليا، معانا النو هاو بتاعه بالتعاون مع جامعه الجنوي في الولايات المتحده، وهيتم تطبيقه بنسبه كبيره جدا في اقل وسعره هيكون اقل 70%. هتابع مع حضرتك دكتور ايمن الشبيني مدير المعاهد البحثيه بمدينه زويل، هختم مع دكتور شريف عزت رئيس شعبه صناعات الاجهزه والمستلزمات الطبيه باتحاد الصناعات. اخذ منك تعليق اخير دكتور شريف، هل ممكن الاستفاده بما قاله دكتور ايمن الشبيني من جامعه زويل؟ طبعا اكيد. هو الدكتور ايمن مشكور، اوضح ان عندهم الديزاين، وزي ما قلت لحضرتك الديزاين موجود في اماكن اخرى وفي جهات بحثيه وفي جامعات القاهره قسم الهندسه الطبيه وفي جامعات مختلفه، وموجود دلوقتي بيتم بحثه في هيئه الانتاج الحربي وفي اماكن وفي الهيئه العربيه للتصنيع وفي مراكز اخرى. المشكله كلها خاصه تخص المكونات وتخص الاختبارات. احنا مش مختلفين خالص، عندنا الامكانيات، لكن للاسف الموضوع هياخد وقت. هياخد وقت، هنظل عايشين بال 4000 جهاز تنفس صناعي الحاليين؟ لا، هو في حضرتك زي ما قلت في مبادرات، في عندنا حوالي 500 جهاز للاسف كانوا بايظين، فاحنا بنصلح هذه الاجهزه. تم التعاقد على حوالي 500 جهاز ثانيين من الخارج، الدوله نجحت من خلال الهيئات المختصه لشراء عدد من الاجهزه يكفي عدد من المرضى في حاله تفاقم المشكله. لكن في الاخر لازم يكون واضح ان الجهاز دوت ما هوش جهاز علاجي، الجهاز ده بيتحط على العيان في اخر المراحل، و 20% من اللي بيتحطوا على الجهاز دول هم اللي بيرجعوا فقط. اشكرك دكتور شريف عزت رئيس شعبه صناعه الاجهزه والمستلزمات الطبيه باتحاد الصناعات. اجمالي اجهزه التنفس اللي عندنا في مصر 4000 جهاز، عندنا 500 جهاز منهم عطلانين بنصلحهم. مصر بعتت تستورد 500 جهاز اخرين، هيبقى اجمالي اللي عندنا 4500 جهاز. التنفس الصناعي ده او الاصطناعي ده بيتحط عليه المريض المرحله الاخيره اللي هي قبل الوفاه، 20% منهم بيرجعوا، يعني يرجعوا الحياه، 80 بقى بيسافروا وبيقابلوا رب كريم. مهم جدا نبقى عارفين مدى الاستعداد الطبي او المستلزمات الطبيه في بلدنا خلال هذه الفتره، معلومات لازم تبقى انت عارفها. عايز اقول لك ان النهارده اقيمت صلاه الجمعه، تخيل ده بقى خبر بقينا بنقوله، يعني اقيمت صلاه الجمعه في احد الكومباوندات في حدائق اكتوبر. هو الراجل كده راح فتح الجامع ولم المصلين في الكومباوند ويلا يا رجاله نصلي الجمعه. يعني خلاص لا تعليق، يعني هقول لك ايه، يعني انت مش راضي تقتنع خالص ان الدوله مش ضد صلاه الجمعه، الدوله ضد التجمعات، التجمعات افراح كنايس قداس جنازه، ده الحكومه منع راجل صلاه الجنازه جوه الجامع يعني، فانت رايح تصلي اهو الجامع اهو الناس قاعده النهارده في كومباوند في حدائق اكتوبر، يعني مش عارف يعني طب انتوا مصرين على ايه؟ يعني بيقول لك مش عايزين تجمعات. انت ما بتشوفش، يعني ارجوكم راعوا حاجه، ما بتشوفش رئيس الوزراء؟ عايزك تشوف اجتماعات رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء بينه وبين اللي جنبه متر، يعني رئيس الوزراء بيبقى كده زميله الوزير بينه متر واكتر. انا شفت اجتماعات لرئيس الجمهوريه قاعد مسافات كبيره، قاعد اربعه جنبه على اليمين واربعه على الشمال على مدار مثلا 8 9 متر. طب ده رئيس الجمهوريه، يعني يا اخوانا الدنيا متغيره، انتوا ليه في دماغكم الكلام ده؟ انا هطلع فاصل وعندي اخبار تانية، انتظروني النهارده، انا معاكم من 7:30 ل 9:30 ان شاء الله، تجعل قرفتنا خفيفه عليكم. وتعالوا نشوف بقى التقرير اللي شوقتك اليه، 40 مرة جرى تعليق أو عدم حج المسلمين على مدار التاريخ الإسلامي. شوفوا هذا التقرير المهم الثقافي. أنا زيك قاعد متضايق بسبب الحظر يعني، وعايز أقول لك كنت بخلص الشغل وأطلع أقعد على القهوة، وقبل ما أجي الشغل ممكن ناخد فريق الإعداد ونقعد على القهوة، كان في طقس كده
وقبل ما اروح البيت بتقعد على القهوه، وقبل ما تروح البيت تنزل تعدي تجيب الجرايد. يعني عادات الواحد اتغيرت بسبب الكورونا يعني. وبقى دلوقتي في دماغي انا هخلص هروح البيت، يعني هنعمل ايه يعني؟ كميه الكوميكس الواحد عمال يقراها او يضحك عليها. بس عايز اقول لك مثلا ان احنا لازم نلتزم التزام شديد، زي ما قال رئيس الحكومه امبارح الاسبوع ده مهم جدا، وقال لك وارد ترتفع الحالات. تخيل بقى ارتفعت. بيان وزاره الصحه لسه طالع دلوقتي بيقول لك 120 حاله ايجابيه، ده رقم كبير ما وصلناش ليه قبل كده. كان اخرنا امبارح 85، زياده 50% النهارده 120. الوفيات ارتفعت، كان اعلى رقم 6 النهارده 8. الاسبوع ده مهم يا اخوانا، ما فيهوش هزار. لكن في وسط اجواء الكورونا الناس مصره انها تعمل مسلسلاتها. بيقول لك طب هناكل عيش منين؟ طب مين اللي المسلسلات؟ الناس هتقعد في البيت في رمضان لو لسه في حظر هيتسلوا بايه؟ طيب هل يحق لنقيب الممثلين دكتور اشرف زكي انه ياخد قرار بان ياجل التصوير مراعاه للظروف الصحيه او كده؟ خاصه ان في مشاهد بيبقى فيها المجاميع اللي هم الكومبارس، ممكن مشهد عارف فاكر كده المشهد العظيم بتاع ثوره 19 والكلام ده بتاع حسن امام. طب ما المشهد ما بيبقاش فيه ممثل وممثله بس، ده انت عندك طاقم تصوير والكلام ده. معايا على التليفون الصديق العزيز دكتور اشرف زكي الفنان الكبير ونقيب الممثلين. مساء الفل دكتور اشرف. مساء النور يا فندم. فندم ربنا يخليك. عملت ايه كنقيب ممثلين للحفاظ على يعني الحالة الصحية او حماية الممثلين اثناء قيامهم بادوارهم في دراما رمضان؟ بص يا استاذ محمد، اتعودنا معاك على الصراحه مش كده ولا؟ صحيح صحيح. اشكرك على البدايه. انا سمعت تعليق حضرتك الاخير، انا هرد على التعليق بالظبط. اولا ليس في سلطتي وحدي ايقاف التصوير. هذه صناعه بها شركاء. لما جه القضاء المحاكم اتاجلت، مش نقابه المحامين اللي اجلت، اللي اجل المجلس الاعلى للقضاء. صحيح. او معالي المستشار النائب العام. تعطيل العمل في المحاكم فيما عدا 1، 2، 3، 4، مش نقابة المحامين، ومحدش وجه أي نداء لنقابة المحامين. سليم؟ إذا هذه صناعة. أنت لما بتروح البنك بتلاقي ناس في البنك، لما بتروح المصانع، لسه كان رئيس الوزراء بيتكلم من يومين على معدلات الإنتاج ولابد أن تستمر عجلة الإنتاج. صح الكلام اللي بقوله؟ صحيح صحيح. إحنا زينا زي أي صناعة، مش قرار نقيب الممثلين هو اللي هيقول الصناعة. إحنا معانا شركاء، معانا شركات إنتاج، معانا محطات فضائية وإلى آخره. ولكن إحنا من أول ما الأزمة حصلت طلعنا بيان وطلعنا 1، 2، 3 لحاجات احترازية للحفاظ على العاملين بهذه الصناعة. ونهضة عجلة الإنتاج يعني بتدار بنسبة 25% فقط. 25% بس من الأعمال. كثير من الأعمال توقف أو تأجل الظروف اللي هم ما عدوش ال 50% من معدلات التصوير. يعني اللي حسوا ان هم هيبتدوا عشان يلحقوا لازم يربطوا الليل بالنهار، ويبقى فيه انت عارف سكند يونت والى اخره. فالنهارده احنا بنتكلم في عدد محدود جدا من الاعمال بيتم تصويرها. طلبنا من الشركات المنتجه مراعاه يعني تعقيم اماكن التصوير، مشاهد المجاميع ما تتاجل او ما تبقاش موجوده. طلبنا منهم عده اشياء، ما يبقاش في تصوير في اماكن يعني اخطر او الاكثر تعرض للتلوث الى اخره. وبالفعل الشركات التزمت الى حد جدا بهذا. ده ما يمنعش ان يبقى في مشهد او في مشهدين للقصوى او للظروف، لكن هذا هو قدرنا كفنانين. احنا مطلوب مننا ان احنا نأدي عملنا. زي ما حضرتك قلت الناس في رمضان هتتفرج على ايه؟ هتتفرج على مسلسلات. تقريبا حجم الانتاج السنه دي كم مسلسل؟ ما هو بقينا 25، كنا داخلين على 30 مسلسل. هنبقى كام؟ وصلنا 7-8 يبقى كويس. لو وصلنا 7-8 يبقى كويس. يبقى كويس.
النهارده دي صناعه يا استاذ محمد. الصناعه يعني انت ما بتروح البنك، البنك مش قافل ابوابه. صحيح. ما بتروح اي جهه، المصانع مش قافله ابوابها، لكن عامله اشياء احترازيه. هذه صناعه. الناس اللي عماله تتكلم وتقول اوقفوا اوقفوا وبتطالبنا احنا، ما اعرفش طب بيكلموش نقيب السينمائيين ليه؟ بيكلموش الاتحاد العام للنقابات ليه؟ انت بقى اللي بتظهر في البرامج يا دكتور اشرف. ما هو لا انا اشهر. الباقيين قاعدين في المكاتب يعني. لا يمكن عشان تليفوني متاح بس. لكن انا بقول لحضرتك هذه صناعه، في شركات انتاج، في محطات فضائيه، في عقود نمطيه، في ناس اكثر يعني حرصا من اللي بيتكلم ده على حياه الناس اللي موجوده. صحيح. تفتكر احنا بنغامر يعني بحياتنا؟ الله، بس هذا قدرنا. ما انا بشتغل رئيس اكاديميه الفنون، ما انا بروح شغلي. وبعض العاملين معايا بيروحوا شغلهم. يعني مثلا انت عندك اشياء ما ينفعش تقف في مصالح ناس. خدت بال سيادتك؟ بقول لسيادتك لسه رئيس الوزراء من يومين كان بيتكلم على عجله الانتاج، احنا جزء من عجله الانتاج. هتسمحك ثواني عشان معايا الناقد الفني الكبير صديقنا العزيز استاذ طارق الشناوي بعد مساء الفل. دكتور اشرف زكي بيقول لك لا، نقابه الممثلين ليست هي الجهه المنوط بها اتخاذ مثل هذه القرارات، وبيدلل على ايقاف العمل بالمحاكم. تعليقك استاذ طارق الشناوي. لا الحقيقه موقف اشرف اللي انا سامعه لا موقف يعني لازم ان تثمن، ان هو مع الحفاظ على ارواح الناس وفي نفس الوقت مع استمرار العمل، لان انت في بعض اعمال فنيه انا بعتبر زي ما حضرتك كمذيع نزلت من البيت ورحت الاستوديو عشان عندك واجب تجاه المشاهد اللي قاعد في البيت. صحيح. برضو الفنان سواء كان مخرج كان كاتب كان مصور كان ممثل عليه واجب يجب ان يؤديه تجاه الناس. فبالتالي بس الاساس هو الحفاظ على الارواح. فطالما لدينا اجراءات احترازيه زي ما قال الاستاذ اشرف من شويه انه لغى مثلا المشاهد اللي فيها مجموعات فيها كومبارس، وانا فاكر اياميها كتبت عمود وتناقشنا بالوقت عام بما معناها انه كمان يجب ان الكومبارس دولت يجدوا مسانده. وفعلا اللي فهمته بعد كده انه في فعلا صندوق هيساعد هؤلاء اللي تضرروا من ايقاف الاعمال اللي فيها مشاهد جماعيه، لكن ده لا يعني أن تتوقف عجلة الإنتاج، لأنه في برامج بتطلع لغاية دلوقتي بنشوفها في الفضائيات، معناها إن في مذيع أو في مخرج وفي مصور بيلعب وفي عامل بوفيه مثلا بيلعبوا دورهم وهكذا. ففي حاجات المخبز بيشتغل، معناها إن في فران نزل من بيتهم لأنه عارف إن عليه واجب، عامل القمامة عارف إن عليه واجب، الطبيب الممرض وهكذا. فاحنا لازم ننظر للامر من الزاويه دي، ان هناك واجب على كل واحد في موقعه، اولا الحفاظ على حياته لانه حياته تهمه وتهم الاخرين، وبالتالي طب ثواني استاذ طارق، دكتور اشرف في المشاهد هيبقى في سلام بالايد، هيبقى في احضان، هيبقى في اربعه قاعدين على قهوه، ما دي كلها لا تجمعات لا يعني لقاءات او كده، هل هيتم تعديل المشاهد دي؟ ما انا عايز افهم يا فندم. يا فندم لا يا فندم، هي بص هقول لسيادتك على حاجه. النهارده احنا زي ما الاستاذ طارق، اولا بمسي على الاستاذ طارق الشناوي وبشكره وبحييه على مواقفه العظيمه. النهارده ما هو احنا برضه بني ادمين وخايفين على نفسنا. سليم، ولكن الدراما اللي موجوده وبيتم تصويرها عامله الجانب الاحترازي الى حد كبير. في الاخر ما كلنا عاملين جانب الاحترازي، انت عامل في الاستوديو جانب الاحترازي. هو احنا انا الاستوديو عندي جرى تعقيمه قبل ما اطلع هوا، مش هكذب عليك، معايا ازازه الكحول بتاعتي على الهوا كلنا. يعني الاحتياطات واخدها يعني. يعني الناس تشكرها على ان احنا بنعمل ده. طب ما احنا سهل جدا ان نترك فيوت وما تقتلش، لكن النهارده أنا نقابه لبنان اللي كانت متشدده جدا النهارده هيحددوا التصويت من بعد بكره، وحطوا عده اشياء منها ايه؟ قال يزيد الكوع على 25 واحد. انتوا حددتوا بقى قواعد. ده هم في لبنان مش احنا. في لبنان. احنا هنا في لبنان، احنا هنا لم نتوقف ان شغاله، ولكن شغاله بما اتفقنا عليه من اشياء احترازيه.
تسأل بهذه الأشياء ومنتبه لده. ما هياش يعني يعني حاجات في مسلسل، ما احنا عندنا مسلسلات بتذاع دلوقتي، ما عادش بقى السلام باليد والأحضان والبوس والحاجات دي، ما هياش أساسية يعني. يعني ما 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 يعني ما مش هتبوظ الدراما يعني أصلا. طب دكتور أشرف، تمام، مسلسلات في رمضان كده مفروض يتلغي شرط الحصرية بقى بحيث تتفتح لكل القنوات ولا ايه رأيك؟ يا استاذ محمد ممكن اقول جملة انطلاقا من الصراحة اللي بدأتها؟ اتفضل. بعض الفضائيات بدأت تعلن عن اجندة رمضان. بعض الفضائيات العربية بدأت تقول ترونا في رمضان وبدأت تعمل البروموهات وتنزل. كويس، دي مسلسلاتنا خلاص، دي اعمالنا احنا هوليود الشرق، احنا اللي عملنا هذه الدراما. صحيح. فما ينفعش ان تختفي المشهد، ولكن المشهد قد يكون من المسلسلات، قد يكون 10 مسلسلات، مش هزيد عن كده. احنا بنقدم 30 مسلسل و40 مسلسل. استاذ طارق الشناوي، تمام مسلسلات هيبقوا حصريه وبالتالي هيبقى في قنوات بالكامل ما فيهاش مسلسلات. بص، المشاهد في النهايه مع الريموت كنترول، اذا في مثلا مسلسل انت مستنيه لفلان الفلاني للنجم الكبير، هتدور عليه، هتشوفه في القناه اللي عليه المسلسل. انا عايز اقول فكره انه قناه تتنازل عن حق العرض عشان قناه اخرى ما عندهاش، ما هو المشاهد مع الريموت. مش احنا بقى في ظرف استثنائي وكلنا بنحب بعضينا والكلام ده، عايزين، ما هو الحب ماشي، ايه علاقه ده ان انت هتاخد مسلسل حصري على قناه واحده ما تديه لبقيه القنوات ليه؟ بس كنت انت المهم عندك المشاهد ولا القناه؟ المهم عندك المشاهد. المشاهد هيدور، وفي وطول عمرنا في حصري يعني في انا قصدي السنه دي في استثناء علشان الوباء. لا يعني عايز اقول، لا يعني مش عايز ندخل الامر لهذه الدرجه. يعني واحد عمل مسلسل حصري وكل سنه بيعمل حصري، وكل سنه انت كمتلقي عارف ان في مسلسلات بتعرض على القناه دي بس، فانت بتظبط وقتك على القناه دي بس. فما تقدرش تقول لحد وديني اديني عندك. لكن نقدر نقول حاجه تانية، هل القنوات الاخرى التي ليس لديها مسلسلات ستقف اطلاقا؟ هتعوض بالبرامج. في النهايه لن توجد شاشه بيضاء زي الجريده، مفيش مساحه بيضاء بتتملي. في برامج هتنزل يعني. انا رايي ان البرامج ستعود بقوه في رمضان القادم، ستشغل المساحه الفارغه، وعشان خاطر كل قناه عايزه تقول تعالى تعال عندي. وياما شفنا برامج اقوى من الدراما. البرامج يعني برامج قائمه على فكره ان انت ممكن تنتج برنامج في مده وجيزه، عكس المسلسل الدرامي. صحيح. عكس المسلسل، انت ممكن قبل رمضان بيومين تعمل برنامج ينزل في رمضان 48 ساعه، تقدر تظبط تعمل برنامج قوي جدا قبلها ب 48 ساعه، وتباعا تصوره في رمضان وتخلص. يعني عايز اقول المساحه، وكل قناه بقى بشفرتها وعندهم ما عندكش مسلسل قوي او جديد، انزل ببرنامج قوي خد جمهورك. لكن فكره طب ادونا بقى حاجه وبتاع، ما شايفها مش حلوه في صالح حتى القنوات. يعني كل واحد يفكر في نجاحه. بشكرك الناقد الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. هختم مع دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين. انتهت 8 مسلسلات واتعرضوا في رمضان، واستمر الوباء لا قدر الله، او عدم يعني احتياطاتنا والحظر والكلام ده، هل انت شايف الدراما هيبداوا بقى يعني يتم تعليق تصوير المسلسلات، ولا هنكمل على طول بقى؟ السؤال اللي فات ممكن ارد عليه استاذ محمد؟ ايوه ممكن ارد على السؤال اللي فات. اتفضل حبيبي. طيب، ما فيش حاجه اسمها قناه ما فيهاش مسلسلات. الدوله المصريه من خلال الشركه المتحده عامله تنسيق بين قنواتها. خلاص. فهتبقى كل قناه ليها نصيب وليها حصه هذه المسلسلات. لان احنا دلوقتي بقى في مقاوله كبيره مسؤوله عن الدراما في مصر. الخط بيقطع دكتور اشرف زكي. ثاني كده. الخط بس بيقطع، حاول تتحرك شويه بتاع كده. ايوه حاول بس تتحرك يمين او شمال عشان الخط. طيب اتحرك كده كويس. ايوه معاك.
بقول لحضرتك الدولة المصرية من خلال الشركة المتحدة، خلاص؟ أيوه معايا حضرتك؟ أيوه، مسؤولة عن تنسيق بين المحطات التابعة ليها أو القنوات التابعة ليها في توزيع خطة عادلة لتوزيع المسلسلات في رمضان. يعني مش هتلاقي قناة منفردة. إحنا عندنا دلوقتي مظلة كبيرة اسمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلاص هي مسؤولة عن ده. اتنين، منصة ووتش مفتوحة مجانا. فإذا الدولة بتوفر للمشاهد كل السبل أمامه، بقى عنده إتاحة طوال رمضان لو عايز يتسلى من دلوقتي. بالظبط بالظبط، عندك منصة ووتش فتحها الدولة مجانا، عندك الشركة المتحدة بتنسق بين القنوات كلها. فيما يخص لو الموضوع استمر اللي بعد رمضان، احنا مش هنقف، الدراما هتشتغل، هتستمر يعني الانتاج والعمل، الانتاج يعني. الانتاج هيقل ولكن الدراما هتشتغل. بشكرك صديقي العزيز دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين. 8 مسلسلات في رمضان هذا العام اللي بيتم انتاجهم كحد اقصى بسبب ظروف فيروس كورونا. شايف المسلسلات هتقل؟ اكيد البرامج هتبقى موجوده في شهر رمضان على كل القنوات، لان 8 مسلسلات دول ما يغطوش الشهر بالكامل، في منصات هتبقى مفتوحه ايضا مجانا. لكن على لسان نقيب الممثلين بيتم اخذ الاجراءات الاحترازيه اثناء تصوير هذه الاعمال الدراميه. واحنا بنتكلم على ضروره خليك في البيت، والدولة بتتحايل والحكومة عمالة تطبطب وتدلع، طب شوية بقى الحكومة تجيب لنا شيبسي في بيوتنا. رئيس الفلبين قرر ياخد قرار تاني. بس قبل ما أقولك ما هو عقوبة المواطن الفلبيني اللي هيكسر الحظر، خلينا أقولك الأردن بتحبس سنة، السعودية 3 سنين مع الغرامة. احنا لحد دلوقتي بنتكلم في غرامة كسر الحظر 4000 جنيه. رئيس الفلبين جاب من الاخر، قال لك المواطن الفلبيني اللي هيكسر الحظر هتعمل فيه ايه؟ هيبقى غرامه كبيره؟ لا. تسجنه؟ لا. طب هتعمل فيه ايه يا قمر؟ قال لك هقتله. رئيس الفلبين اعلن انه سيقتل امر رجال الشرطه انهم يقتلوا المواطن اللي يكسر الحظر. ده كده راجل جاب من الاخر. يعني اذا لم تموت بفيروس كورونا هتموت برصاص الشرطه في الفلبين. تقرير الجيش الابيض جاهز؟ طيب هروح ل مذيعه كانت عندنا، وانا كنت بندهش ليه هذه المذيعه تبقى عندنا، يعني اللي هو يعني من قله المذيعين المصريين. يعني اسمها ليليان داوود، كاتبة على تويتر بتقول لك الشعوب التي اعتادت، شوف بقى الكلام، بل أكاد أقول أدمنت حكم العسكر، بتتكلم على الشعب المصري يعني، لا يمكن لوعيها أن يدرك أي قيمة دون أن تقترن بالجيش من قريب أو من بعيد، وبالتالي وصفوا الأطباء بالجيش الأبيض. يعني إحنا شعوب بتدمن حكم العسكر، حكم العسكر ده بيجري في دم اللي جابونا يعني. فاحنا كمصريين خلاص العسكر دول، خلي بالك بقى، شوف تعبير بقى العسكر وحكم العسكر، يعني بيجري في دم اللي جابونا. فاحنا يا عيني بقى عبيد، وعبيد بيادة العسكر زي ما هم بيقولوا. فاحنا عايزين نكرم الاطباء، فنسميهم ايه؟ سميهم ايه؟ فاحنا عشان مدمنين للجيش سميناهم الجيش الابيض. ده ابو انتمال اهلك يعني، انت زعلانه ليه يعني؟ باختصار يعني انت مال اهل حضرتك يعني؟ بعد اذنك، شعبه هذا الشعب حر مع جيشه وحر مع اطبائه. ده مسار فخر، لم يجد الشعب المصري فخرا او لقبا فاخرا يخلعوا على اطبائه الا انهم يسموه الجيش الابيض، عشان احنا عارفين يعني ايه يبقى عندنا جيش. انا مش قضيتي مع حضرتك، مع كامل الاحترام ليكي، ان انت مفهوم الجيش ده مش موجود في دماغك يعني، لان انت ما عندكيش جيش يعني، انت ما تعرفيش يعني ايه جيش.
ما تعرفيش يعني ايه تروحي بيتك امنه مطمئنه عشان عندك جيش. فالثقافه دي مش في دماغك، وبالتالي فقد الشيء لا يعطيه، وانت لا يمكن ان تستخدمي مثل هذا التعبير. احنا عندنا تعبيرات اسمها تجييش، شايفه ده جزء في اللغه العربيه. دوري بقى على مصطلح تجييش والكلام ده وابحثي فيه في مختار الصحاح. لكن نحن المصريين اللي خلعنا على الأطباء لقب فاخر هم جديرين به اسمه الجيش الأبيض. عندنا تقرير عن الجيش الأبيض احنا عاملينه في المصري أفندي، بس بيقول لي اطلع فاصل الأول وبعد الفاصل هنعرض هذا التقرير. دكتور مصطفى الفقي رجل يشغل مساحة كبيرة من الحياة العامة مش المصرية العربية. هو رجل تستطيع أن تقول عليه رجل موسوعي مفكر كبير، ثم أنه يتمتع بكاريزما خاصة عندما يحكي، يعني حكاء. مصطفى الفقي صاحب تاريخ كبير في الدبلوماسية المصرية، يعني سفير مصر في الهند، سفير مصر في عدة دول، أحد الدبلوماسيين الكبار اللي بيشارك بالكتابة بشكل مستمر منذ قرابة 30 عام. له مؤلفات كثيرة. حاليا هو بيشغل منصب رئيس مكتبة الأسكندرية. دكتور مصطفى الفقي بيعكف حاليا على كتابة مذكراته. اختار وقت الحظر عشان يقعد يكتب مذكراته، ومذكراته اختار لها عنوان انا شايفه عنوان جاذب اسمه الرواية يعني. لكن السؤال عادة لما يجي بقى كبار المفكرين والسياسيين امثال الدكتور مصطفى الفقي، هل هيكتبها بمنتهى الصراحة ولا هيراعي ظروف وحساسيات؟ بصراحة لو بتسألني فعايز اقول لك انا كقارئ وكصحفي بستمتع لما بقرأ كل ما يكتبه دكتور مصطفى الفقي، لانه راجل بتركيبته صريح، وربما صراحته دي اللي جابت له مشاكل للدجة. معايا على التليفون الصديق الكبير والمفكر الكبير الاستاذ الدكتور مصطفى الفقي. مساء الفل دكتور مصطفى. انا استاذ محمد سعيد ان انا اكون معاك. الله يخليك يا حبيبي. اولا بحييك على فكره ان انت تكتب مذكرات حضرتك، وأحييك على العنوان وهو الرواية. يعني كيف اخترت هذا العنوان الموحي؟ يعني شوف حضرتك، أنا يعني كتبت شذرات متعددة عن حياتي في كتب مختلفة. هؤلاء عرفتهم، هؤلاء كانوا على الطريق، مش عارف، كلام كتير جدا وعن قرب والكلام ده، دهاليز الدبلوماسية وكواليس السياسة، في كلام كتير. وفي كتاب برضو تاني اسمه لقطات من العمر، طلع عن الأهرام زمان. بس انا قررت بقى ان انا اعمل حاجه سرديه، روايه. يعني الشباب يقعد يقرا مين فلان ده، اتولد فين وعمل ايه والتحديات اللي واجهته، ومخليها قدر الامكان، وارجو ان اوفق في هذا، تكون مذكرات تعليميه تشرح مواقف معينه، تفصل حاجات معينه، مش مجرد كلام اصم يعني للتسليه فقط، ولكن للتسليه وايضا للفت الانظار الى قضايا معينه يعني واجهتها في الطريق، وكان لابد من ان اكون صريح فيها. اما الصراحه اللي سيادتك بتتكلم عنها فاطمئن، انا معجب جدا بلويس عوض في سنوات التكوين، معجب عبد الرحمن بدوي. لويس عوض جاب من الاخر يعني قال كتير، واتكلم على اخوه بمنتهى الصراحه. طبعا اخوه بغير منه وبتاع، كانت شكلها اتكلم بمنتهى الصراحه على اخوه، ودي كانت حاجه فارقه يعني. هل هنجد الصراحة دي عندك في المذكرات؟ والله هحاول هذا بما لا يجرح أحد. أنا طبيعتي ما أحبش أسيء إلى أحد، لكن هكون موضوعي وأضع الحقائق كما هي. طب تعال نتكلم على ثلاث شخصيات. ماذا سيكتب دكتور مصطفى الفقي عن حسني مبارك؟ حسني مبارك كان ضابطا وطنيا جسورا، أبلى بلاء حسنا في حرب أكتوبر 73 بالتأكيد. من خلال عملي معه، يعني أكون أمين معاك، لم أرى الجانب الآخر اللي هو جانب القضايا والماليات إلى آخره، لا علم لي به إطلاقا. إنما أستطيع أن أؤكد لك أنا اشتغلت معاه من 85 ل 92، 8 سنوات الفترة مشرقة في الأول. أقول لك أنه كان راجل وطني حتى النخاع، يضع إيده على الاختيار الوطني، موقفه في طابة، وعذبنا معاه 3-4 سنين من أجل ألا يفرط في شبر من أرض مصر. يا
يعني انا عايز اقول لك انه يعني يجب التاريخ يكون عادل. احيانا وانت قريب من اللوحه ترى فيها الاخطاء والرتوش، ولما تبعد ترى الجانب الطيب. قد ينصفه التاريخ في امور اخرى كثير، يعني جنب بلاده التورط في اي معارك خارجيه، كان الى حد كبير جدا متوازن. انما طبعا يعاب عليه انه كان رجل مش مقتحم، ما يحبش يعمل مبادرات، ما يحبش ياخد الريسك في اي حاجه ابدا. مش السادات يعني؟ لا لا لا، السادات ده قضيه تانية. السادات قضيه تانية خالص. فمبارك مثلا لانه طيار قاذفات ما يطلعش بالطياره غير هو متاكد 200% ان كل شيء بيرفكت، فياخد وقته، ولذلك كان بياخد وقته في كل حاجه وفرص كتيره ضاعت. ولذلك انا عملت سلسله عن عهده 100 حلقه اسمها سنوات الفرص الضائعه. سنوات الفرص الضائعه، صحيح بالضبط. وقلت كده في حياته قبل ما يموت على فكره، قلت التاريخ هيقول عبد الناصر نجح في كذا وفشل في كذا، السادات انجز كذا ولم ينجز كذا. هيجي على مبارك مش هيجد حاجات عظيمه قوي ولا حاجات سيئه قوي، هيقف امامه حائر فرص ضاعت على مصر. هل انصفك مبارك؟ نعم فندم. هل انصفك مبارك؟ والله شوف، هو على المستوى الشخصي انصفني، كان يعني يحمل لي موده شديده وكان يسرني بحبه، ولكنه كان يرى فيه شخص لطيف يقعد معاه يدردش معاه يحكي له حكايات، انما الجانب الفكري والثقافي ما كانش له فيه، ملوش دعوه بيه خالص. من انصفك بمعنى ان هو حضرتك في يوم من الايام كنت تتمنى كدبلوماسي رفيع المستوى ان تتولى الخارجيه المصريه مثلا؟ والله دي مساله اخرى. وعلى كل حال انا ما كنتش دايما يعني متطلع للخارجيه، كانت الترشيحات دايما بتدفعني نحو وزاره الثقافه والتعاون الدولي. خد بالك انا نفس سكه اسامه البازي اللي هي مش خارجيه بحته. لا صحيح صحيح، انت عارف مفكر موسوعي، انت يعني تفهم الحكايه دي كويس اكتر من اي واحد تاني. اللي هي انه واقف على الحدود ما بين الدبلوماسيه والسياسه، يعني فاهم المطبخ الداخلي. طب لماذا لم يكلفك بحقيبه او يسند لك اي حقيبه وزاريه؟ والله لا اعلم. هو كان اولا كان يعتقد اعتقد ان مجرد العمل معاه حتى ولو تركته هو شرف وتكريم لصاحبه. طب ما هو خد اسامه الباز وكيل وزاره الخارجيه ومشي هو وكيل وزاره الخارجيه، هل ده معقول؟ واسامه هو من هو؟ صحيح. أعلم. فهو كان وجهه نظره هي كده، التصعيد عنده مش سهل. ما هوش السادات، السادات يعجبه محمد علي خير ممكن يكلفه بتشكيل الوزاره على طول. يعني انما هو ياخد وقته ده عشان يعين سكرتير له قعد 3 سنين يتاملني عن بعد عشان تبقى سكرتيره للمعلومات. المعلومات والله يعست انا وسبتني منه خلاص، وكنت منقول واشنطن مع عبد الرؤوف الريدي. كان سفير هناك عبد الرؤوف الريدي، وبصيت لقيته بعت لي في الصباح احد الايام وقلت تعالى هتبقى تقعد معايا هنا تلازمني في كل مكان ويبقى معاك المعلومات والمتابعه عشان لما اخليك تخش في اي موضوع محدش يقول لا ده ما داخل فيه ليه. هتكتب عن الزنب داخل القصور الرئاسيه؟ حدث ولا حرج. يا راجل ده الناس لما بتلتف على مدير اداره في حته بيبقى اللي يوصل الاول، فما بالك برئيس الدوله. شوف كل يوم في المؤسسات الرئاسيه دي وانت رايح ما انتش عارف انت رايح تاني يوم ولا لا. طبعا. دي اماكن لا تخشها بارادتك ولا تخرج منها بارادتك. بس انت قعدت 8 سنين. 8 سنين الحمد ازاي نجحت وسط الزنب يعني؟ والله يعني كنت على الله متكل على الله قدر الامكان، لكن كنت متوقع دايما. هو مره قال لي انت طالع على غلاف الاهرام الاقتصادي وطالع على غلاف روزر يوسف، طيب هتتشهر وهيضربوا فيك زنب ومش هرحمك، ماليش دعوه. اعرف كده. وقد كان؟ طبعا. حضرتك خرجت من الرئاسه بسبب اسفين؟ لا مش بسبب اسفين، بسبب ما جاتليش الظروف ان انا اشرح له موضوع معين. بتاع سيده ارمنيه كانت على اتصال بينا وبالمشكله لوسي ارتين. كان لها مشكله مع صهرها تاجر دخان وكان واكل عليها الفلوس وبتاع. ففي التسجيلات طلعت اصواتنا عاديه، يعني حديث عادي، والا انا عايز اقول لك انه لم يعصف بي. لا لا، ده بعتني الخارجيه وبتوصيه كامله، وعمرو موسى عيني امين. ده كان سبب خروجك من قصر الرئاسه؟ يعني ده السبب المباشر، اخر حادث المباشر. انما قبل كده كان في تراكمات، يخش يقولوا له يا فندم هو فضيلنا ده طول النهار بيقول محاضرات بره. ما انت عارف سيادتك مصطفى لو بيألف يعني كتب. يعني لسانه مفلوت يعني. يعني هنعمل ايه؟ بس كويس. هتكتب قضيه لوسي ارتين كامله في مذكراتك؟ ما كتبتها 100 مره. ما انا عارف، انا قصدي بقى دي الروايه يعني. لا هاوشيلي. لا طبعا، ما انا ما شوف شوف يعني انا ليس لدي في حياتي ما اخجل منه على الاطلاق. على الاطلاق. لا اخطائي حتى كلها بحسن نيه.
يعني كنت شوف فيه ثلاث حاجات يجب أن تربأ بها عن نفسك: أن تكون وطنيا، أمينا، إنسانا طبيعيا. ثلاث حاجات دول لازم تكون كده. أي واحدة منهم هي اللي تخجلك إذا كنت لصا أو خائنا أو منحرف أخلاقيا شاذ مثلا. بس اختبار الرجال عادة المرأة أو السلطة أو المال، أنت كان اختبارك فين؟ لا شوف، أنا كنت طبعا شاب صغير في الثلاثينات واخد بالك، ويعني يعني مش أنا الوحيد اللي أثير حواليه موضوع زي ده، لا ده في عشرات. إنما هو بقى قدرة الآخر على التقاط الموقف في لحظة معينة وتقديمه بالشكل الذي يريده، دي قضية الاقتراب من الحاكم أو الابتعاد عنه، دي مشكلة تانية خالص. إنما على أي حال، طب أنا عايز أقول لك حاجة يا محمد بيه، لحظة خروجي من الرئاسة تصورت مثلا كأنها نهاية المطاف، وكان الناس بتيجي تعزيني بقى، حسين بهاء الدين، ماهر أباظة، علي الدين هلال، كل أصدقائي وزملائي يتوافدوا على البيت أيام، لأن صلتي بناس طيبة. ايه رايك بقى انها كانت اسعد لحظات حياتي، خرجت منها مهيأ لان اكتب، مهيأ لان احاضر اكتر، يعني صيتك افضل واضافة للحياة العملية افضل مقارنة بفترة العمل في الرئاسة. عمل الرئاسة مرهق صحيح، الصباح الباكر المساء، وبعدين عليك قيود وعليك ضوابط، لا صعب. انت طوال 8 سنين في الرئاسة انتجت كتاب واحد فقط على ما اذكر، كتابين او ثلاثة، يعني لم تنتج كثير، لكن طلعت بقى عملت الوقت، انا وصلت 41. يعني الدنيا اتغيرت خالص. هتقول ايه على عمرو موسى في مذكراتك؟ لا عمرو موسى طبعا دبلوماسي نابه، هو طبعا يعني ما كانش يعني علاقتي بيه طيبة، لكن لم يخدمني ابدا. ما انا لسه يعني اقول، مش هو كان السبب في خروجك انك تكون امين عام جامعة الدول العربية؟ لا، ما دعمنيش، مش وقف ضدي، لكن عندما سئل لم يجب اجابة دافعة لي. كان يستطيع انه ياخد الطيارة ويروح قطر ويقول له مصطفى ده راجل كويس وعلى ضمانتي، خصوصا ان انا علاقتي بيه طويلة. تفسيرك ايه؟ والله دي مسائل بقى وجهات نظر للاشخاص. خد بالك برضو انا كنت بعتبر للخارجية دخيل، انا معين بقرار جمهوري من جمال عبد الناصر، فكانوا بصوا لي والمجموعة معايا بشيء من الريبة، رغم اننا تفوقنا وحصلنا على الدكتوراهات وانا كنت اعلى درجة في المعهد الدبلوماسي. ايه ولاد البطة السودة يعني؟ يعني هو برضو اصلحنا، برضو اخترنا ظهورنا في الحياة الدبلوماسية باختفاء نظام عبد الناصر، واخد بالك. انا دخلنا 66 وده جت النكسة، الدنيا ظلمت خالص، رحل عبد الناصر في سبتمبر 70، وبقينا نحن كأنما نحن يعني فعلنا جرما. بس حضرتك من قريب التقيت بالسيد عمرو موسى، يعني التقيت بيه على طول. ده وكان لسه دكتور زي حواس كاتب عنكم مقال. ده اذا راح حته وما لقانيش يقول لك فين مصطفى الفقي. ما انا استغربت وانا بقرا المقال، قلت اكيد دكتور مصطفى الفقي، قال له يا عمرو بيه ما اخترت، ما دعمتنيش ليه؟ لا ده انا بهزر معاه دايما. لا هو لم يخش، هو شوف يعني رايه ايه، ولا الوزير عمرو موسى مش خدوم بطبعه؟ لا يعني هو يقول لك انا لا احاربك، لكنني لست مضطرا الى مجاملتك، مش شغلتي يعني. هو كده، هو كده، هم يحبوا كده. يعني اسامه الباز مثلا كان يحب الاصغر يصعد، ما يضايقش ابدا ابدا، ما كانش عنده الحكايه دي. عمرو موسى مثلا في البرلمان العربي، رحت له قلت له عم انت امين عام جامعه الدول العربيه وانا مرشح رئيس البرلمان العربي، وقف جنبي الاسبوع ده كله، قال لي معلش انا رايح ايطاليا عند مؤتمر. يا عم ما هو كذا يعني، بيبقى عنده حاجات كده. كنت عايز اروح لندن، طبيعي انا درست في لندن وبناتي اتولدوا في لندن وتخرجت من جامعه لندن، فكنت عايز اروح سفير في لندن كتتويج ليا بعد ما طلعت من الرئاسه. اظن اللي رفض حسني مبارك لانه لقى انها عاصمه مشتعله ومصطفى مكلمه وهيقعد بقى يحكي ويتكلم يعمل لنا مشاكل. هكذا في وجهه نظره. لسانك كلفك كتير؟ مين يا فندم؟ يعني شوف، اللي هي الصراحة اللي انت متتسم بيها دائما. ايوه طبعا، لو كنت انا حويت اكتر ومتحفظ اكتر ما كنش كان في مطبات كتيرة جدا نجوت منها، ولكن لانني واضح وصريح. ده يا راجل، ده يوم عبد الناصر دخلني التنظيم الطليعي، طلعت حكيت لكل اللي قابلته، انا كنت فاكر انها حاجة طبيعية، بينما ده كانت جريمة، افشاء اسرار التنظيم الطبيعي، التنظيم السري. فانا تكويني مش تكوين رجل مخابرات ومعلومات صامته، لا مفكر، انا رجل عام ورجل وولائي للانسان الاخر، ورائي لشيوع الفكره بين الجميع،
سكة تانية خالص. هتكتب في مذكراتك ايه الامنيه او المنصب اللي تمنيته ولم ياتي اليك؟ يعني اظن كان من الطبيعي ان انا اكون امين عام جامعه الدول العربيه او وزير خارجيه. وزير خارجيه برضو يعني، لكن يمكن من ناحيه البروسيس العمليه الدبلوماسيه التكنيكاليتيز هناك من هم افضل مني. انا كنت حابب وزير خارجيه سياسي مش وزير خارجيه دبلوماسي. يعني مانيش زي عمرو موسى ونبيل فهمي وسامح شكري، لا دول تكنوقراط الخارجيه الحرفه دي. حرفه برضو حرفة. بس لازم تكتب عن زكريا عزمي. زكريا عزمي تربطه بيه صله طيبه، احنا لسه متكلمين امبارح اول في التليفون. خد بالك ان هو شخص لطيف المعشر جدا، لكنك لم تخلي من زنبه يعني. لا يعني والله ولا زنب ولا طعم. ما اشوف هناك في مثل هذه الاماكن يجب ان تتوقع شيئا من ذلك. لكن ما فيش حاجه يعني اللي يجني على الشخص هو الشخص نفسه. الا ما يتنبه ولم يكن واعيا. طب انت عارف انا مشكلتي في حكايه الارتين دي ايه؟ انه الرئيس الله يرحمه كان الاسبوع ده بيصلح بيته. فراح يقعد في قصر العروبه. كان فرصتي دايما انا واسامه الباز الصبح من 8 ل 9 الصبح. او من 7 ونص ل 9. هو بيخش يدي شويه اراء وبعدين انا بخش ادي المعلومات وهكذا. الاسبوعين دول بالذات كنت عايز احكي له ان في بنت من اصل مصري ارمني، سيده يعني فاضله لا نعرف عنها شيئا يعني يسيء اليها اطلاقا، انما عندها مشكله وبتكلمني. بس انا لاحظت انها عارفه معلومات كثيره جدا عن مؤسسه الرئاسه. تقول لي بكره انتوا هتروحوا الشرقيه، بعد بكره انتوا هتروحوا بني سويف. الله. فكنت عايز احكي له اتساءل، فما كانش فيه مقابلات. سبقني بقى الجهاز الاخر، الاجهزه الاخرى. لا بس عايز اقول ما كانش فيه مقابلات ايه؟ انت ده انت كل يوم بتقابل رئيس. لا 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 ما عشان تحكي له حاجه زي دي، ده عايز القعده. المقابلات الثانيه خاطفه عمل، ما تقدرش. طب انت كسكرتير رئيس المعلومات كان حوارك معاه مدته قد ايه يوميا؟ لا الصبح زي ما انت عايز. ويكلمني بالليل يراجع الامور، بس ما تقدرش في التليفون تتكلم في حاجه زي دي. التليفونات متراقبه. انما هو شوف كان يستمع جيدا ويمكن ان يغير رايه اذا لقى وجهه نظر اخرى، واخد بالك. انا مره كلمته قلت له انا شايف ان الدكتور رفعت المحجوب، وده طبعا بالنسبه لي مسألة الاعلى، استاذ الاساتذه عليه رحمه الله. انما يعني قلت ولائي للوظيفه اكتر، قلت له بيقدم سيادتك في افتتاح البرلمان كل سنه بخطبة عصماء طويلة تطغى على خطبة سيادتك ويلزم الدولة بمواقف ليست هي المواقف التي يتبناها خطاب الرئيس. نعم. ده يعني لسه تمسكه بالناصرية والقومية وكلام من الحلو بتاع زمان ده. قال لي طب وبعدين؟ طب وانت مالك؟ قال انا اسقط في يدي. قال لي ما هم بيقولوا اسامة الباز ومصطفى الفقي اللي ماشيين الرئاسة. تعالوا اشتغلوا في داني. الله 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 الله. وقفل السكة. دقيقتين يا استاذ محمد. دقيقتين التليفون ور عشان نشوف الراجل كان ازاي. يعني نقاؤه. قال لي يا مصطفى، قلت له نعم. قال لي تاخد عربيتك وتطلع على الدكتور رفعت وتقول له ده زي خطاب العرش، لا تتطرق لمواقف سياسيه ويكفي ان تقدم الرئيس في 3-4 دقائق. يعني كان يفطن الى ما يجب. مش يقعد يعاند، وانا كنت استحمل دي فيه الخبطه الاولانيه انه هيتنرفز هيزعق ماشي، انما بعد شويه يراجع نفسه ويستطيع ان يتلمس الصواب على طول بسرعه. لو قدمت له 10 اختيارات منهم اختيار وطني و9 غلط، هيحط ايده على الاختيار الوطني زي كل العسكريه المصريه. العسكريين الوطنيه جزء من دمائهم وتكوينهم. شهاده جميله منك دكتور مصطفى، وانا عارفك يعني اتمنى والنبي انت اللي جميل يا عم محمد. منك قوي بحكم الصداقه اللي بيننا في يوم من الايام تشرفنا في المصر قوي ان شاء الله. والله حاضر. الله يخليك. تسلم لي. اكرم ربنا خلصنا من الكورونا اللي حبسانا دي يا باشا. امين يا رب. تسلم لي. المفكر الكبير دكتور مصطفى الفقي متحدثا عن الروايه مذكراته. تعالوا نشوف بقى تقرير في هذه الازمه اللي بيمر بها المجتمع والدوله. بتجتهد رغم ظروفها الاقتصادية إنها تحاول تقلل من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطن أثناء أزمة كورونا. محتاجين دعم كبير من الصناع، من رجال الأعمال، من المستثمرين لدعم قطاعات كبيرة في الدولة. في الإطار ده مؤسسة سويرس اللي بتضم مع حفظ الألقاب الأب أنس سويرس وأبناء الثلاثة
نجيب وسميح وناصف، وبمتابعة من السيدة يسرية لوزة عندهم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عملوا دعم لقطاعات كبيرة في الدولة، وحبوا انهم يتواصلوا معانا في برنامج المصرف أفندي، ويعلنوا من خلال برنامج المصرف أفندي ما فعلوه تجاه أزمة كورونا. معايا على التليفون الأستاذة نورة سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. مساء الخير أستاذة نورة. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ما بلغني أنكم تم ضخ مبلغ مالي كبير لدعم بعض الوزارات والهيئات داخل مصر لمواجهة أزمة كورونا. ما هي المبالغ؟ إلى من وجهت؟ ما هي هذه الهيئات؟ هل هذا هو المبلغ الأخير ولا في الطريق مبالغ أخرى؟ اتفضلي. حقيقي وزي ما حضرتك تفضلت، هي مؤسسة ساويرس بتعمل بقالها 20 سنة من 2001، يمكن احنا بس مقلين في الظهور الإعلامي، ولكن بنعمل بشكل كبير على التنمية في مصر في كل محافظات مصر. في الفترة دي طبعا اهتمينا جدا ان احنا نتحرك بسرعة وندعم الجهود المختلفة من الدولة ومن المجتمع المدني، فأطلقنا مبادرة ب100 مليون جنيه. ده بيخلي ميزانية المؤسسة في هذا العام 2020 300 مليون جنيه. المبالغ دي بنوجهها لشقين، أو المبادرة ليها شقين. أول شق هو دعم الأعمال اليومية اللي هي طبعا تأثرت جامد في ظل الأزمة الحالية، وده من خلال مؤسسات من المجتمع المدني، مؤسسات جادة، مؤسسات قدرت انها تتحرك بسرعة، ومؤسسات بتشتغل في كل محافظات مصر مع فعلا الأسر الأكثر احتياجا، وكمان بالتعاون طبعا في الشق ده برضو بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. الشق الثاني هو دعم جهود الدولة الاحترازية، وده احنا بنوجه له 60 مليون جنيه، وده بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون برضو مع جمعية الهلال المصري اللي هي يمكن بتشتغل بشكل كبير مع دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن ومع منشآت أخرى للتعقيم لتوصيل الإغاثة، وفي الحقيقة بتلعب دور كبير قوي الفترة اللي فاتت. فإحنا نأمل إن شاء الله إن دي تكون مساهمة تقدر إنها تأثر بشكل إيجابي في الظروف الحالية، ونأمل إن شاء الله إن الفترة دي عامة تعدي بخير على مصر وعلى العالم كله إن شاء الله. أستاذة نورة، أنا تواصلت مع المسؤولين في وزارة التضامن والصحة وعلمت منهم إن المبالغ اللي أنتوا طرحينها زي الستين مليون جنيه لدعم أو التعاون مع وزارتي التضامن والاجتماعي والصحة والسكان، إن الفلوس مش هتروح لخزانة الوزارتين، ده هتروح لمؤسسات اجتماعية تابعة للوزارتين. حقيقة هي التفاصيل طبعا كتير. وزارة التضامن بتشتغل من خلال مؤسسة التكافل، ووزارة التضامن طبعا كشريك رئيسي لمؤسسة ساويرس من زمان، مش بس في ظل الظروف الحالية، وإحنا بنفتخر بالتعاون دايما مع وزارة التضامن الاجتماعي. بتدعم كمان مؤسسات المجتمع المدني، فيمكن زي ما قلت لحضرتك الأعمال اليومية إحنا موجهين الدعم لمؤسسة التكافل التابعة لوزارة التضامن، وأيضا لثلاث مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني الكبار، واللي اتحركوا فعلا بسرعة فائقة في خدمة الأسر الأكثر احتياجا. في الشق الثاني فهو مع وزارة السكان، في جزء منه له علاقة بأن احنا ندعم بأن احنا نقوم بمشتريات ونوجهها حسب طبعا رغبة وأولوية وزارة الصحة بالنسبة لطبعا ان هي المختصة باختيار الأماكن اللي تروح فيها الحاجات دي، أو زي ما أنا اتكلمت كمان مع جمعية الهلال الأحمر. طيب في المقابل لما بيتمش الإعلان عن ده بشكل عام؟ يعني ما انتوا عاملين شغل كويس. احنا بنعلن قوي يا فندم. لا اوكي بتعلنوا من المصرف أفندي، بس ليه ما نزلش مثلا اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي او في الصحف ان مؤسسه ساويرس للتنميه الاجتماعيه بتتبرع ب100 مليون جنيه؟ لان كان عليكم هجوم كعائله ساويرس عليها هجوم الفتره اللي فاتت انها تخلت عن دعم المجتمع. طيب انا يعني لا، احنا بنعلن وهنقوم طبعا بالاعلان عن المبادره دي اكثر، ولكن في الحقيقه انا عايزه اكد ان المؤسسه بتشتغل زي ما قلت لحضرتك، مؤسسه ساويرس
تم تأسيسها في 2001 من كل أفراد أسرة سويرس، وكانت يمكن من أولى المؤسسات المانحة اللي تم إنشائها في مصر بهبة من أسرة سويرس. وفي الحقيقة يمكن عشان إحنا مركزين جدا إن إحنا نوجه جهودنا في التنمية في كل المحافظات، يعني إحنا مش بنستجيب النهاردة بس طبعا عشان الأزمة، ولكن عامة بندعم مجهودات كبيرة جدا في التعليم بالذات وفي التمكين الاقتصادي. ويمكن في مجال التنمية شغل المؤسسة معروف، لكن أنا بتفق مع حضرتك إن إحنا يمكن مقلين في الظهور الإعلامي، يمكن بنركز على فعلا شغلنا التنموي مش في الظهور دي، ولكن في الفترة دي مهمة مش للرد على التساؤلات، ولكن يمكن لتشجيع كمان المجتمع المدني، لتشجيع الأفراد، لتشجيع القطاع الخاص. ولكن في الحقيقة أسرة سويرس، وأنا أقدر أتكلم بالذات عن المؤسسة، دايما بتعمل على القضايا المهمة والقضايا الأكثر إلحاحا في مصر. إحنا بقالنا كتير بندعم الأطفال بلا مأوى، بندعم فيروس سي، يعني لنا مساهمات كتيرة، ويمكن إن إحنا يعني محتاجين إن إحنا نتكلم بشكل أكبر على ده عشان يمكن نشجع الآخرين إنهم يشاركوا معانا، وعشان يكون لنا دور أكبر. أشكرك أستاذة نورة سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة سويرس التنمية الاجتماعية. مؤسسة سويرس تعلن من خلال برنامج المصر أفندي على لسان المدير التنفيذي لمؤسسة سويرس أنها بترفع ميزانيتها للأعمال الخيرية من 200 مليون ل 300 مليون هذا العام. ال 100 مليون منهم 60 مليون مخصصة لمؤسسات تابعة لوزارتي التضامن والصحة. أنا تواصلت مع المسؤولين في الوزارتين، قالوا لا دي مش فلوس داخلة الوزارات، دي في جمعيات تابعة لهذه الوزارات، جمعيات مستقلة، مؤسسات مجتمع مدني بيتم توجيه لها هذه المبالغ. مؤسسة سويرس حرصت على أن تعلن هذه التبرعات من خلال برنامج المصري أفندي، وهي رسالة للرأي العام. بشكر حضراتكم، حلقة انتهت معاكم، ما تنسوش بكرة 7:30 بالليل المصري أفندي. عدد الحالات الإيجابية في ال 24 ساعة اللي فاتوا 120، الوفيات 8، وأرجوكم حافظوا على نفسيكم جامد جدا جدا هذا الأسبوع. ربنا يحفظ مصر من كل سوء. التحية للجيش الأبيض، وتحية لحضراتكم، سلام عليكم.